عايزين نعرف أهمية القانون ده وأبعاده إيه؟ القانون ده بيأتي في إطار إن الدولة ارتأت إنه حجم المتأخرات الضريبية اللي موجودة لديها والمستحقات المطلوبة لمصلحة الضرائب أو وزارة المالية لدى الممولين وأصحاب الشركات والدخول في كافة بقى أنواع الضرائب، سواء كان ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة المبيعات، ايضا ضريبه الدمغه وضريبه المرتبات، ارتأت ان حجم الدين المستحق لدي لصالحها يتجاوز ال 150 مليار جنيه. فكان القانون ده بمثابه ان احنا يتم اعطاء بعض المزايا للناس الجاده في سداد اصل الضريبه واصل المستحقات الضريبيه من ناحيه، بحيث انه خلال 90 يوم اذا قام بسداد هذا المستحقات المالية التي عليه خلال 90 يوم يتحصل على 90% خصم من قيمة الغرامات وفوائد التأخير. أيوة. أيضا إذا قام بسداد الضريبة المستحق عليه خلال 45 يوم بعد 90 يوم الأولانية، يعني طالت بالمدة نقسم المستحقات عليه في أصل الدين 45 يوم بالإضافة إلى أصل 90 يوم، يتحصل على 70% خصم من قيمة الفوائد. يبقى الهدف منها إن أنا أدي للممول ميزة إنه سدد بسرعة، قوم بسداد المستحقات الضريبية الأصلية اللي عليك، وفوائد التأخير والغرامات الناتجة عن عدم التأخير هيتم تخفيضهم يا إما 100% يا إما تخفيض 90% يا إما تخفيض 70% من قيمة هذه المتأخرات. فدي ميزة كويسة زي بالضبط ما تم تنفيذه لدى البنك المركزي الذي قام بمبادرة أيضا للأصحاب الذين تحصلوا على تمويلات من البنوك لغاية 10 مليون جنيه. من يسدد أصل الدين قبل 31 ديسمبر 2018 يحصل على تخفيض 100% من الفوائد والمستحقات وغرامات التأخير التي عليه. أفهم من كلامك يا دكتور إن فعلا القانون ده هيخفف كتير من الأعباء على دافعي الضرائب؟ طبعا. الآلية اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ طبعا بلا شك إنه النهارده إحنا بنجد إن أصحاب المديونيات والمستحقات المالية لدى المستحقة لدى الضرائب بدأوا بالفعل خلال الأسبوع الماضي يبدأوا بسداد المستحقات عليهم، ويتم الذهاب للمأموريات الضرائب المختصة بان كتابه الشيكات وكتابه الدين اصل الدين المستحق والوصول الى تسويه مع الضرائب، يتوصل منها لاصل الدين كام يقوم بسداده بالفعل اما نقدا اما بشيك خلال 90 يوم، وعشان يستفيد من الميزه الموجوده في القانون. الميزه دي هتعود على الدوله، ان الدوله المتاخرات الضريبيه المستحق عليها اللي هي متجاوزه ال 150 مليار، متوقع انه مثلا في حدود من 30 ل 40 مليار جنيه يخشوا الحصيله او يخشوا خزانه الدوله خلال قبل نهايه العام 2018، يبقى الدوله تحصلت على متاخرات ضريبيه مستحقه ليها، وايضا العميل او الممول قام بالحصول على مزايا انه خفض العبء المالي والعبء الضريبي والمخصصات اللي كان موجوده في شركته لمواجهه حساب الغرامات التاخير والفوائد التاخير. فاعتقد ان القانون في ميزه جامده جدا وهدف كبير جدا انه يتحصل المواطن المصري يخفف العبء اللي عليه بازاله او بشيل ان يتم تخفيض وتقليص قيمه الغرامات التاخير وفوائد التاخير. شكرا جزيلا. شكرا.